شو نعطيكم الليلة على الام تي في؟ سهرة مسلية مليئة بالمواقف المضحكة والطريفة. نبديها بعد الأخبار مع حلقة جديدة من الحلقة الأخيرة. ضيوف الحلقة هن فنانين من كافة المجالات، بذكر منهم الفنان نادر الأتيت، الشيف أنطوان، ملكة جمال لبنان السابقة كليمانس أشقر، الإعلامية ماريا معلوف، وخبيرة الموضة مايا حداد، اللي رح تتناول أزياء المشاهير ضمن فقرة فاشن بوليس. بنشوف سوا هالمشهد من الحلقة الأخيرة. مدامتك شو مدامتك شو بتقدم لها؟ مدامتي اكثر شيء بتاكل لبنه. لبنه يا شيف؟ شايف؟ مرت الشيف بقى تاكل لبنه؟ لانه من عشيه بتحب تاكل لبنه، ضل محافظه على جسمها، ومش بس مرتي، كل ستاتك. لبنه وخبز محمص. من عشيه بقدم لها طبق بالظهر. شيف انطوان، ميريام كلينك شو بتقدم لها اكله؟ قول. ما فيش أكل لها، لأنه هي قاطعة كل الأكلات. في قتلة؟ لا ما بعرف. طيب شيف أنطوان، دايما وجودك هيك إضافة لأي مكان بتكون موجود فيه. شكرا كثير كبير لحضورك اليوم، فعلا هيك أضفت رونق خاص وهيك ابتسامة لكل الناس اللي عم يحضرونا واللي بالاستوديو. ثانك يو كثير لك، وأهلا وسهلا فيك دايما بالحلقة الأخيرة. ميرسي لك يا رودولف، ميرسي. رح ناخد هلأ مشاهدينا بريك قصير، ومن بعده بنرجع لفقرة تالنتس ومنتعرف سوا على موهبة جديدة.